نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سي صباح حسن ولد صباح محمد عبد القادر الهادي، والملف ديالنا معروف بالهادي، المحافظة ديالنا كاملة تتبع ديالنا معروف بالهادي. أنا من إقليم الناظور من جماعة بني شيكل قرب ميلينيا بعيدة على الناظور بشي 20 كيلومتر. إحنا أولاد البلاد، أولاد الملك، ولكن بقينا بلا ملك بلا بلاد. استولات عليها جماعة القروية، استولات لنا على 3 هكتار البلاد، بنات فيها قرية، بنات فيها حوانت، دكاكين، مقاهي، ريستورانت، سوق، سبيطار ديال الحيوانات، المهم العدد الحمد لله كل شيء كاين. احنا عندنا في الخبرة وكل شيء. عبد الجماعة أستاذ كل يوم استولوا على أراضيكم؟ احنا استولات لنا على الأراضي الجماعة القروية ببني شيكل. بالنسبه لواش اش من سنه كان سويت لكم واش من رئيس اللي كان ضد المخصص؟ رؤساء، ماشي رئيس واحد، الا كل ما دخل رئيس الا وتيبقى الملف هو هذاك. الرئيس هو الاحزاب اللي كانت تسمى حاكمه ديال الجهه. الاحزاب ديال اجل الاحزاب اللي كانت الحزب اللي كان الرئيس اللي كان هو رئيس ديال الجماعه كيكون تابع واحد الحزب. شكون هو الحزب اللي غادي يتابع ديك رئيس الجماعه؟ واخويا اش غادي نقول لك، الاحزاب اللي دازوا ديال الرؤساء كاملين ما عقلتش لان ماشي غير واحد بحال الاسماء ديال الرؤساء. انا عاقل عليهم ماشي واحدين، من عبد القادر، كاين عبد القادر، كاين العربي، كاين احنين، كاين طوفالي، كاين اوراق محمد. دابا حاليا كاين قانون، واحد الانسان سميتو محمد قانون هو اللي كاين حاليا على حزب من؟ الحزب اللي كينتمي ليه؟ والله ما عارف الحزب اللي كينتمي ليه، لان اش غادي نقول لك، حنا ولينا دابا كنخافوا باش نصوتوا ولا نحضروا حتى في الانتخابات ديال هذا الشيء. لان علاش؟ الرئيس اللي جا كلنا، الرئيس اللي جا الا وتيكمل المهمه ديال باخو، فكيفاش هذا الرئيس اللي غادي ننتخب عليه انا او نعرف عليه؟ فاحنا الحمد لله في المغرب، المغرب ديالنا، حنا ولاد المغرب، حنا وطننا هو المغرب، مشيدنا هو محمد السادس. كنحبوه، كنحبوا الوطن ديالنا، ولكن هاد الناس استعمروا اللي علينا وداونا رزقنا وخلاونا فينا يتامى، فينا فقراء، مساكين، فينا عجالات. كتسموا عند الناس تما ديال بني شيكل كامل تيعرفونا حنا اغنياء، حنا ولاد الملك. تسقسي الصغير تسقسي الكبير الا تيعرف هادشي، ولكن حنا هما الفقراء تما بني شيكل. بلاد كثيره، 3 هكتار هادي بنات فيها قرية الجماعة. الحمد لله عندنا الوثائق، عندنا هنا التتر، التتر ديالنا باقي عاد حي، وعليه تبنى الملف وعليه اللي حكموا، والحمد لله الملف ديالنا راه فيه أي وثيقة طلبوها. عرفتي الشاشة ديال الكاميرا ديالنا؟ الكاميرا ديالكم الحمد لله سمعنا عليها. أنا من قريب بني شيكل سمعت على جريدة الأصوات من بزاف الاصدقاء وشفتها حتى انا وسمعت عليها ونعرف عليها واللي نعرف عليها، وهي جد حقيقيه وجد مجتهده وكتوري حقوق الانسان وكتخدم مع الشعب وتتبغي دائما الشعب المغربي يكون الى الامام ويكون ولاد المغرب سوا. اخويا الوثائق اللي عندي انا في الملك، اولا بعدا عندي حكم باسم جلاله الملك، هذا حكم بين الجماعه القرويه والصباح الوليد ديالي. هذاك حكم المجلس الاعلى، حكم المجلس الاعلى شنو كيقول فيه استاذ؟ هنا حاكمين لينا الحمد لله، حاكمين لينا بان البلاد ديالنا مادي بلادنا، وحاكمين لينا بالاستحقاق البلاد الخاويه ديالنا. ناضوا في الجماعه هذه الايام اللي فاتت باش تبني فيها شي محطه اخرى، نبنى معاهم وقفوا بانهم تعرفوا بان بلادنا، والرؤساء اللي دازوا كاملين تعرفوا بان بلادنا، غير هما مستولين
كلاو حقنا قسموه بيناتهم، باعوا الحوانت كلاو الفلوس الكلام ما تيتخلص، كل شيء ذاك الشيء قسموه بيناتهم، ما كاين لا فلوس كيدخلوا بلي شي كان ولا حتى شي حاجه للدوله. فهل مشيتي للقضاء نسخ على حقنا القضاء؟ نسخنا على الحق، الحق ديالنا والحمد لله. كاين عندي هنا ميف الكوفي باش تحكمون لنا في الاستحقاق، مدي هذا الكوفي وفيه قاع الخبراء اللي طلعوا اللي تعرفوا البلاد وكل شيء، كاين النزاعات اللي كاينة. غير دابا المشكل اللي عندنا احنا في البلاد ملي مشينا لوجدة باش يعوضونا على البلاد ديالنا، وجدة كتقول بأن احنا باقي الميف ديالنا ما كانش باش ما كملش، لانه في محافظة النظر بقات ما عندهم اشتركوا كل شيء مشترك في هذه القضية دي. لانها عقاب كبير. محافظة النظر هو توعي على محافظة النظر هو اللي يخرج على الوالد، سمعتي؟ هو اللي يخرج على الوالد، المحكمة كتطلب له الوراق المحافظ الميت باش يطلع هو مستولي عليه ومخبئه لحد الان. حنا دابا كنطلبوا من الدولة الحمد لله ومن سيدنا يشوف لنا حقنا ويشوف لنا هاد الناس ويشوفوا لنا الملف ديالنا فين كاين، واش كاين هاد المحافظة، يطلعوا للمحكمة ويحكموا لنا ويشوف هاد الناس اللي دايرين التعرضات، لأن هما المحافظة تيقولوا لنا بأن كاين عندكم التعرضات، وأنا الحمد لله عندي هنا كلشي الوثائق، وفعلا داروا التعرضات، دخلت من الجماعة ما عندهم لا دليل. عندي هنا الشكايات ديال هذه كتسمى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون إلى السيد صباح محمد عبد القادر الساكن بمركز أحد بني شيكار. هانت هذه صفتها المحافظ للوليد، وهذه كان دارها الوليد وأختها بعدا. هادو شكايات كانت يديرو من الوالد باش هانت، هاد الشكايات كانت يديرو من المحافظة باش يقلبونا على حقنا، سمعتي؟ باش يمسحو داكشي ديال التعرضات اللي كاينين، حيت التعرضات اللي عندنا لا علاقة لهم مع البلاد ديالنا. كيفاش العلاقة اللي عندهم؟ وهو الجماعة القروية بعت سوارت الموالين البلاد ديال الحوانت، وملي لقات راسها حصلات بدات كتحرض علينا موالي الحوانت، شدات دوك الاغنياء ديال بني شيكر داروا لنا تعرضات باش الدوسي ديالنا يبقى يلعب عند المحافظ ما يطلعش للمحكمه. فهاد احنا هذا هو الطلب ديالنا اللي كنطلبوا. انا مستني ما نسولوش هما الناس اللي متواطئين في هذه القضيه هذه، ذكروا لينا كاملين من المحافظه من الجامعه من اي شخص كي كانوا متواضع في هذه القضيه هذه ديالكم اسكم كنت كنا على الشاشه ديال الميديا ديالنا. هي احنا الحمد لله ملي نضناو حنا كنعرفوا الوالد تيجري على هذه البلاد هذه الابتدائيه الاستئناف كل شيء الحمد لله كاين، والميف ديالنا معروف وراه مخدوم، الميف ديالنا قدو قداش راه عندهم كاملين، في اسماء ديال الرؤساء، في اسماء ديال المحافظه بعدا لانه عندهم مشاكل مع المحافظه، والناس اللي هما داخلين دخلاتهم الجامعه بنفس داروا التعرضات كاينين عندنا تما ومعروفين، راهم عندنا حتى في الوثائق بالاسماء ديالهم، سمعتي؟ كاين اللي عنده جزئي، كاين اللي كان دار كلي ومن بعد ولا دار جزئي، فهذا الاختلاف باين كل شيء واضح، لان حتى شي واحد ما عنده شي علاقه ولا شي وثيقه ديال البلاد. حنا بلادنا صافيه، التيتر ديالنا صافي ديال بن هادي والورث ديالو. شكون المتهم الاساسي في هذا الملف؟ المتهم الاساسي هي الجامعه. الجامعه القرويه بالرؤساء ديالها هي، لان احنا كامل الشكايات اللي عندنا والحكم اللي عندنا مع الجامعه، لان الجامعه هي اللي استولات. انا غنقول شحال من المحل اللي كاين تما. الاسم ديال الجامعه كامل. الجماعة القروية لبني شيكان تيمثلها
والرئيس ديال الكائن مقرر بمركز احد بني شيكار اقليم الناظور، نائب عنها الاستاذ محمد جحوح المحامي بالناظور والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى. هذا المحامي هو اللي عنده من النهار الاول كاع الرؤساء اللي دازوا، المحامي هذا هو اللي هز الملف وغادي به وصايب به، وكاع الرئيس اللي تيدخل الا تيعرف القصه لانه ولاد البلاد، الرؤساء اللي دازوا من تما ولاد البلاد تيعرفوا القصه ديالنا، تيعرفوا بان بلادنا، ولكن ملي كيدخلوا تيكملوا على ذاك المسار اللي غادي عليه الملف، لان حتى شي واحد ما باغيش يهضر الحق. فاحنا دابا هذا هو الطلب ديالنا الاكبر. هذا الكلام ديالك استاذ المحترم انك ذكرت ثلاث اشياء بمقصدين في محورك او في حوارك في حوارك، على ان المتهمين، هنا ذكرت ان الجامعه من الدرجه الاولى ثم المحافظه من الدرجه الثانيه ثم اخيرا ذكرت استاذ محامي معلق مقبول لدى المحاكم بمجلس الاعلى ثم رابعا هاد الناس اللي قدماتهم الجامعات داروا لنا التعرضات بلادنا، قالوا لنا تعرضت في المحافظه لا دليل عندهم ولا حتى شي وثيقه ديالهم. هادو هما اللي جعلونا حنا دابا اخروا لنا الحكم سمعتي وخارجين علينا، لان المحافظه معاهم الجماعه معاهم، هادو دخلوا تعرضت تما وخلاونا الملف ديالنا كنلعبوا فين ما تبقينا الماء ما ركناش الحق. فلهذا انا جيت حتى لهاد الجريده الاصوات باش غادي نغوت بالصوت ديالي العالي اللي بغى يسمعنا ويوقف معنا. حنا عائلة كبيرة فينا قلت لك اليتامى والفقراء وكل شيء، فاللي بغى يدير فينا شي أجر يبقى معنا في هذه القضية هذه. شكرا طلب من السلطات المعنية جميعا والرأي العام. أنا كنطلب من الرأي العام والسلطات كل شيء تبحث في هذا الملف هذا عاجلا، لأن 30 سنة راه ماشي عام ولا عامين ولا ثلاث سنين، راه غير الحكم اللي كنهضر عليه دابا من 2001 هذه 16 سنة. سمعتي 16 سنة وما تيلعبوا لنا، هذا مور الحكم، خلي قبل الحكم 30 سنة والواليد حتى مات بالفقصة، مات مول 98 سنة قتلوه بالفقصة ومعروف. إذا هاد الناس ديال الطروخي شتو كلهم من القضاء من الجامعات واش هناك هذا الشيء واختلالات أملاك غير بالنسبه لك، غير انت كتشوف كساكن الناظور كتعيش كتقرا الناظور كانسان. انا ما دخلتش بزاف المحافظه، لان الوالد اللي كان قايم بهذا الشيء ما دخلتش بزاف المحافظه، ولكن المحاكم كنت كيعجبني نمشي نسمع الاصوات، كنلقى الناظور باسمي خارج عليه المحافظه. غير هذه الايامات راه شدوا واحد من الماليه ديال المحافظه ب 22 مليون في الصندوق، راه داروا له سنات من المحافظه. حنا اللي خارج علينا خارج علينا المدير، المدير الكبير ديال المحافظه، وخارج علينا المدير الاول اللي كيتسمى بالمامولي، هو اللي كان في الاول تما عارف كل شيء. هادي سمعتها من خويا غير هاد السيمانه، قال لي شوف حنا اللي خرج على الوالد وهو المحافظ تيتسمى المامولي راه هنا في الرباط، سمعتي كان سابقا تما في الناظور، هو اللي خرج على الملف ديالنا لحد الان، والملف ديالنا باقي عندهم ومعروف الحمد لله الحق غادي بالي بان. حنا كنطلبوا من السلطات الحمد لله اللي هي معنيه بالامر تبحث لنا بهذا الشيء، حنا ما كنطلبوش شي حاجه، كنطلبوا تبحث وتصفي لنا هذا الشيء على اقرب وقت، لان متنا بالجوع وما بغيناش نزيدوا نموتوا بالجوع. والسيد على عقاري انا صباح حسن مغربي الحمد لله، انا ولد المقاوم صباح محمد اللي فدا المغرب بروحه، فداء الحسن الثاني بروحه، وفداء محمد الخامس، والحمد لله رحنا هنا نفديو محمد السادس وارواحنا. اللهم لك الحمد، كنحبوا المغرب، كنحبوا الوطن، كنحبوا الملك ديالنا، وكنطلبوا من الله محمد السادس جلالة الملك يصيب شي لجنه اللي غادي تحقق في الناظور، خاصة بجماعة بني شيكر، كاين أراضي مغتصبة ونحن من هذه الأراضي المغتصبة أملة كبيرة، وخلونا يتامى وخلونا فقراء، وكنطلب من الله تعالى من جلالة الملك يشوف حالنا ويصير اللي غادي يحقق ويشد لنا حقنا ضايعين ضايعين ضايعين.